يسلموا ايديك يا باشا. كيف عجبتكم؟ غرفتي بجنبكم هون، هذا احسن اوتيل وبنص البلد وقريب كتير. صار فينا نروح ونرجع المستشفى بكل اريحيه. رح نقعد هون كم يوم بس لحتى لاقي بيت مناسب امي. من اليوم رح دور وان شاء الله بلاقي بسرعه. من لك المصاري، لا تاكلوا هم دبرتهم. ماشي الحال، نحن ما لنا ضدك ابدا، بس لازم نعرف من وين دبرتهم يا ابني. نحن ما لنا غير بلد تخبي عنا حاجه تتهرب. عود فهمنا شو القصه. حكيت لك من قبل وقلت لك منين جبتهم. ليش تركت شغلك؟ وليش طلعنا من عند الجماعه وكانه مطرودين؟ وليش سياره الزلمه لساتها معك وما رجعتها؟ زاهده، شايف كيف خليت امك تعصب؟ يلا ابني احكي لنا شو قصتك. شغلوني شغله ثانيه عندهم غير هاي. شو هي؟ هلا مو وقتها بحكي لك بعدين، بس على الاكيد انها شغله مهمه وبتكسب كتير. مو صحيح كلامك. ليش انت بشو بتفهم او بتعرف حتى يشغلوك شغله مهمه؟ بما انك مكذبتيني ليش عم تساله من اصله؟ استنى شوي، احكي لنا بالضبط شو قصتك. ما بدنا ينشغل بالنا. قلت لكم ما في شيء غير اللي حكيت لكم اياه. عجبتهم للجماعه وبدهم يشغلوني بالشركه شغله تانية. يعني لو في شيء مو منيح ما كانوا قالوا لكم، ليش يخبوا عنكم لهالدرجه؟ مواثقين فيني؟ عاجي بقى، ما فيني اتحمل هالوضع. هلا اتاكدت من كذبه، كل ما ضغطنا عليه بيهرب. امتى مصطفى كان هيك؟ امتى كان يرفع صوته علينا ويرد جواب او حتى يكسر كلمتنا؟ طباعه كلها متغيره. الله يستر وما يعملنا شي مصيبه. الله يستر وما يعملنا شي مصيبة. أهلا وسهلا، شرفت. لسه تياب عثمان بيك ما خلصوا، بدهم شغل. وبعدين موعدنا بكره مو اليوم، نسيان؟ ماني جاي مشان تياب البيك، حيبعت حدا تاني غيري مشان ياخدهم، جاي اشتري لحالي. تكرم، شو حاطط ببالك تاخد؟ بدلة عادية للشغل؟ بصراحة بدي غير، بدي شي خرج مناسبات وشي للطلعة، وبدي اياهم شي شيك. حاضر. الله معك مدام، شرفتي المحل. يعطيك العافية. يسلم وشكرا لك. تفضل خليني أرجيك شو عنا. وإذا ما فيها سئلة بدي أخذ شي لحبيبتي على زوجك، يعني يكون مرتب وأهم شي إنه حلو. تكرم. تفضلي. شكرا لك، فيك تقعد ترتاح لحتى لاقي لك طلبك وشوف لك شو المناسب. شو بتحب ضيفك؟ قهوة إذا في. تكرم. يلا خلصت. هل وش بدك تروحي على السهرة؟ ليش وش شبه؟ مصفرة وعيونك منفخين مثل عيون الضفدع بالضبط. حاجة غلازة خلصني. اوه شبك يا بنت، مطايع حالك؟ رجعنا للكآبة يعني؟ شو صاير معك؟ مين هاد؟ اكيد الناطور جاي لا ياخد اجرته. مساء الخير. خير شو بدك؟ ليش رجعت؟ بسمحي لي فوت؟ أبداً، ما بدي اشوف وشك مرة تانية، انقلع. نور لا تعامليني هيك. شو جاي بدك مني مصطفى؟ روح. جايب لك معي هدية. ما بدي منك شي، روح. نور بترجاكي بدي احكي معك لو سمحتي. شرف. هذا سامي، استناني تحت دقيقتين. لا تتأخري.
لا تستناها مو جاي. بالله شو؟ ورجيني عرض كتافك. وانت رح تدفع لي اجاره؟ شو قلتوا لك حقير؟ شو قلت؟ هي خلصنا. شو بدك؟ نزل ايدك عني. بدك اجرتها؟ شرف. يلا نقلع من هون. هاد واحد مجنون، ديري بالك منه. نقلع. دفعت له اجرتي؟ تحت امرك. لا تحكي هيك كرمالي، انا اسف كثير وبعتذر منك. والله ما كان قصدي اجرحك، بس انت فهمتيني غلط. انت غالي علي وإلك مكانه كبيره بقلبي، ما خليتي لي مجال اشرح لك. نور سامحيني، بترجاكي. شوفي ليكي شو جبت لك معي. ان شاء الله يعجبك ذوقي، واذا ما عجبوكي فيكي تبدليهم وتجيبي اي شيء بدك اياه. يعني لقيت طريقه تروح فيها مصاريك. دير بالك بكره بتتعود وبتاخد ايدك على الصرف، هيك قصص بتغري كتير وبتخلي الواحد يدبر مصاري من تحت الارض. واذا يعني من هلا وطالع ما في مشكله عندي اسمها مصاري، وانتي ما رح تحتاجي لشي، ورح نكمل حياتنا سوا. رح ساوي لك اللي بتتمني. لو صاير شي ما كانت اتصلت فينا الست رمزية، شكلها كانت مبسوطة منا. وأخيرا وينك لهلا يا ابني؟ ليكني جيت. ماما كيفك؟ اللي بشوفك بيقول بتحبني عن جد. لا تبلشي ماما مشان الله. من شوي اتصلت رمزية رجدان، حكت مع امك، قالت لي ليش رحتوا هيك بهي السرعة؟ وشو قلتوا لها؟ قلت لها والله كمان نحن ما بنعرف شو صاير، لأنه ابننا ما خبرنا بأي شيء. بكفي ماما. حاجة تتأفف بخلقتي مصطفى؟ لحد هلا أنت ما جاوبتنا بصراحة، أنت كتير متغير ابني. بشو تغيرت؟ تصرفاتك، أوعي لك، حتى كلامك تغير بهاليومين. قلي شو عم تعمل؟ وين عم بتضل وش الصبح وعند مين؟ كنت عند رفيقي. شو اسمه رفيقك؟ ليش انتو شو بدكن منه؟ قلي مين بتكون هي البنت اللي انت مرافقة؟ أهلا مين بيكونوا؟ وكيف أهلا بيسمحوا لها انه تضل معك لوش الصبح كمان؟ رفيقة شو انت التانية؟ قلتلك رفيقي مو رفيقتي. لا تعيط على أمك، انت صاير قليل أدب مصطفى. نحن خايفين عليك وانت ولا سائل عن شي، وفوق هاد عم تبهدلنا. بس انتو هيك عم تزعجوني. ماشي يا ابني. طيب خلينا نرجع على بيتنا مشان ما نزعج البيك. ايه والله خلينا نرجع، شو مفكر حالك؟ لا لوينكن تروحوا؟ والله ما كان قصدي، بزعل منكن، انا اسف. بعد ما صرخت عذرك مو مقبول، ما بسامحك. فهموني انا اعصابي تعبانه، انا هلا استلمت شغل جديد، يعني بدي اعيش حياه جديده امي. انا كثير متوتر، حاولوا تفهموني. بترجاكن لا تزعلوا مني. لكان يلا عود هون واحكي لنفهم شو القصه. مستعجل بدي اتدوش وطالع. ها تفضل اسمع. ما لنا بحاجه مصاريك، خدون. بيلزموكم. اللي منلك كل هالمصاري؟ ومن وين عم بتجيب كل هاللبس الفخم؟ بعدين بجوز اتاخر اليوم، لهيك لا تستنوني. كثير خايفه عليه لابننا امي، قامتني قلبي عليه. من وين جاب كل هالمصاري وهيك فجأة؟ ما قلك انه ترفع؟ يعني انت صدقته؟ يا ربي تحمي يا رب. هي امك؟ الو
مصطفى مساء الخير، كيفك؟ مساء النور. اسمعني، انا كان بدي اتصل فيك اليوم الصبح بس ما فضيت هلا لحتى صح لي اتصل. عم بسمعك. فيك تجي بكره الصبح على الشركه؟ ليش؟ لسه ما خلصنا حكينا. نحن اليوم قلنا لك شيء بس هلا اخذنا قرار. وشو هو؟ صدقني راح تكون مبسوط، بس تعال بكره وبنحكي. ماشي. ايه معناته بكره بالشركه، لا تتاخرها. اتفقنا. شو حكى؟ شو بده يحكي يعني؟ وافق. قلتك بيقبل انه يسكت. المهم نقدر نسكت مرام، هذا اهم شيء قدامنا هلا. شو قال لك شيء مو منيح؟ لا بالعكس، خبريه منيحه. فكرت العكس لما شفتك اتضايقت هيك؟ غلطانه، خبريه منيحه. انا قلت لك قبل هلا انه كل شيء رح يحلى وما صدقتني. انا جوعان كثير، خلينا ناكل لقمه. طيب بس بالاول لازم دق له لسامي لاعرف برنامجي اليوم. اليوم ما في شغل. وجعت لي ايدي. لا تتصلي فيه. طيب رح اتصل مشان اقول له انا مو فاضيه. لا تتصلي، لازم تنهي علاقتك فيه، فهمتي؟ انتهينا. انا عم بحاول انسى كل شيء من الماضي وحضرتك عم تذكريني بسامي وضرب السخن. ماشي اهدى حبيبي. يلا البسي لنروح نفطر.